كثيرا ما بيردد الملحدون هذا السؤال، ما هو دليلكم على وجود الله؟ وهذا ما سوف أناقشه بشوية تفصيل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بكمال علمه وعظيم عفوه وصفحه، وصلاة وسلام أتمان أكملان على محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله ورسله. أما بعد، من الواضح لكل متتبع للحالة الإلحادية أن الملحدين الجدد وعلى رأسهم ريتشارد دوكنز يرون في العلم التجريبي الأداة الوحيدة الصالحة للإجابة على تساؤلات الإنسان، وبس كذا، ويرون أن كل ما لا يستطيع العلم التجريبي الإجابة عنه فغيره لا يستطيع من باب أولى. I mean, one thing I would say is there may be questions that science can't answer, like the origin of everything. But if science can't answer them, then religion certainly can't, and nothing else can either. Okay. من خلال هذا المشهد الذي رأينا قبل قليل نستطيع أن نخرج بنقطتين. الأولى، يقر ريتشارد دوكنز أن العلم التجريبي لا يستطيع أن يجيب على كل الأسئلة. الثانية، يختزل ريتشارد دوكنز طرق الوصول للحقيقة في العلم التجريبي فقط. والآن خلونا نناقش هاتين النقطتين بكل هدوء وموضوعية كما تعودنا، ونبدأ بالنقطة الأولى. بما أن ريتشارد دوكنز يقر أن العلم التجريبي لا يستطيع أن يجيب على كل الأسئلة، فترى ما هي الأسئلة التي لا يستطيع العلم التجريبي أن يجيب عنها؟ فرانسيس كولينز، الملحد السابق وعالم بيولوجي الجزيئية ورئيس أضخم وأكبر مشروع بيولوجي في هذا القرن، Human Genome Project، مشروع الجينوم البشري، في لقاء مصور له تكلم عن حدود العلم التجريبي، وكان هذا نص ما قال: لماذا نحن جميعا هنا؟ لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء؟ هل هنالك إله؟ أليس من الواضح أن هذه الأسئلة ليست أسئلة علمية، والعلم ليس لديه الكثير ليدلي به في هذا الخصوص؟ كما يقول بيتر مداور الحائز على جائزة نوبل في الطب، يقول في كتابه Advice to a Young Scientist، نصيحة لعالم مبتدئ: لا شك أن للعلم حدودا لا يستطيع تجاوزها، فالعلم لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة البدهية التي يطرحها علينا أطفالنا: كيف بدأ هذا الوجود؟ كيف جئنا هنا؟ ما الغرض من حياتنا؟ وغيرها كثير. وهذا الملحد المعروف برتراند راسل في مقدمة كتابه History of Western Philosophy، تاريخ الفلسفة الغربية، تراه لا يأبه كثيرا بالإجابات التي يقدمها الدين على الأسئلة الغيبية أو الأسئلة الميتافيزيقية، ولكنه يقر قائلا: إن أكثر الأسئلة أهمية وإثارة للعقول النيرة تقع خارج دائرة العلم. وبعد هذا الاقتباس بيسترسل برتراند راسل بطرح العديد والعديد من الأسئلة الغائية، فمثلا بيتساءل عن الوجود: هل ينقسم إلى مادة وعقل؟ وما المادة؟ وما العقل؟ وما العلاقة بينهما؟ وهل الكون نظام يحكمه؟ أم هي مجرد تصورات في أذهاننا؟ وإذا كان كذلك فلماذا جبلنا على مثل هذه التصورات؟ ثم بيتكلم وبيتساءل: هل هناك مسار مذموم ومسار محمود في الحياة؟ إلى غيره من التساؤلات التي وردها في كتابه. ثم يختم هذا السيد من التساؤلات قائلا: فمثل هذه الأسئلة وغيرها كثير لا إجابة لها في المعمل. وبعد هذه قليل يضيف برتراند راسل قائلا: دراسة هذه الأسئلة إن لم يكن حتى الإجابة عنها هو عمل من اختصاص الفلسفة. أضيف إلى ذلك أن العلم التجريبي علم مادي ليس له القدرة في أن يبحث عن ذات الله عز وجل ولا عن صفاته، ببساطة لأن الله عز وجل خارج عن هذا الوجود المادي، فلا يمكن علميا تطبيق معايير العلم التجريبي عليه. ولو كان الخالق تعالى الله عن ذلك، لو كان عينة فيزيائية يمكن إخضاعها للمنهج التجريبي، لكان من الحمق والتناقض أن نتحدث نحن عن إله حقيقي أصلا. لذلك البحث عن ذات الله عز وجل وعن صفاته لا يتأتى عن طريق المنهج التجريبي، وهو من الأسئلة التي لا يستطيع العلم التجريبي الإجابة عنها. وبناء عليه فكل عالم محترم مدرك لحدود العلم التجريبي يعلم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن ينفي وجود الخالق أو يثبت عدم وجوده عن طريق العلم التجريبي. شاهد معايا. I can't prove that God doesn't exist. That's impossible to do. سمعت؟ الآدمي بيقول I cannot prove that God does not exist. أنا ما أستطيع أن أثبت أن الإله غير موجود. That is impossible to do. هذا من المستحيل فعله. وعلى فكرة ترى هذا البروفيسور الملحد عالم في الفيزياء الفلكية، وهو أحد أكبر مروجيه للإلحاد الجديد، وهو الصديق المقرب من ريتشارد دوكنز، وهو من استفاد دوكنز بطرحه الفكرة اللي هو الشيء من لا شيء، something from nothing، واللي ناقشت طرف منها في الحلقتين السابقتين بإمكانك أنك يعني تطلع عليهم. هذا البروفيسور الملحد
يقول لا أستطيع أن أثبت أن الله أو الإله غير موجود. وفي المقابل تجد بعض الملاحدة المبتدئين يتكلم بكل جرأة وثقة أنه 100% لا يوجد أي دليل على وجود الخالق. شاهد معايا. ما لقيتش أي أدلة على وجود، بحثت عن أدلة ما لقيتش. من راح تصدق؟ أنت حر. عموما يقول الفيزيائي الألماني الحائز على جائزة نوبل أروين شرودنجر في كتابه Why Not Talk Physics، يقول ما نصه الآتي: الصورة التي يقدمها العلم عن الواقع من حولي صورة ناقصة جدا، إنه أي العلم الطبيعي لا يتكلم ببنت شفة عن الأحمر والأزرق، المر والحلو، الألم واللذة، إنه لا يعرف شيئا عن الجميل والقبيح، الحسن والسيء، الله والخلود. يتظاهر العلم أحيانا بأنه يجيب على أسئلة في هذه المجالات، ولكن غالبا ما تكون إجاباته سخيفة للغاية إلى درجة أننا لا نميل إلى أخذها على محمل الجد. كثيرا ما أرى وأشاهد وأسمع العديد من الملاحدة يردون السؤال التالي: ما هو دليلكم على وجود الله؟ وأزعم من هذا السؤال ينم عن أحد أمرين: إما الجهل أو الخداع. صبرك شوية، أنا عارف أنه استنتاج غريب بس صبرك شوية. الفكرة اللي بوصلها أنه عند المطالبة بالدليل على أي أمر مهما كان لابد أن نعرف أن الأدلة تتدرج من حيث القوة كالآتي: أولاً الدليل الرياضي، وهو أقوى الأدلة على الإطلاق لأنه مبني على الأسس العقلية الثابتة ذاتية البرهان، 1+1=2. الثاني الدليل العقلي، لأن العقل بمدخلاته حساً ومشاهدة وتجريباً بالإضافة إلى البديهيات العقلية تجعل منه، أقصد العقل، تجعل منه الأساس الحاكم الذي تبنى عليه كل العلوم ومنها العلوم التجريبية نفسها، فلا علم بلا عقل. ثالثا الدليل العلمي التجريبي، وهو ما يتحدث عنه دوكنز وأقر أن له حدود. الرابع الدليل الحسي، وهو الدليل المبني على الحواس الخمس وهو أضعف الأدلة. فحينما يسأل الملحد ما هو دليلكم على وجود الله وهو لا يعلم مراتب الأدلة، ففي الحقيقة أنه يمارس نوعا من الجهل، فعليه أن يتعلم قبل أن يحاجج. وإن كان يسأل هذا السؤال وهو يعلم مراتب الأدلة فهو يمارس نوعا من الخداع، إذ الواجب أن يسأل الملحد فيقول ما هو دليلكم الرياضي على وجود الله وهذا سهل ميسر، أو يقول ما هو دليلكم العقلي على وجود الله وهذا بسيط متوفر، أو يقول ما هو دليلكم العلمي التجريبي على وجود الله، وقد يتضح لك الآن أن العلم التجريبي هو أضعف وأقل قدرة من أن يجيب على سؤال كهذا، أو يقول ما هو دليلكم الحسي على وجود الله، ونحن نعلم الآن أن الحس هو أضعف الأدلة وذلك لأنه محدود ويسهل خداعه. فالسراء مثلا يخدع الحس فيظنه ماء، وكذلك تخدعه الأعمال السحرية، ولا أنسى الفستان الذي حدث ضجة في الناس واختلف الناس بشأن لونه. القصد هنا أن الحس دائما ما يكون عرضة للميل والخطأ، والعقل يصوبه ويعيده إلى رشده. الأمر الآخر الذي استوقفني حينما كنت أبحث عن حقيقة الدليل الذي يطالب به الملاحدة: أنت تصدق أن الله موجود؟ مستعد أن يقر بالتعقيد الموجود في الDNA، ولكنه غير مستعد لأن ينسب هذا التعقيد لله عز وجل. فسأله المهندس فاضل سليمان السؤال التالي: هل علمت الآن لماذا لا يمكن حصر طرق الوصول للمعرفة في العلم التجريبي فقط؟ ختاماً أحب أن أقول منذ أن بدأت مناقشة الفكرة للحادي وإلى يومي هذا لم أرى أو أشاهد أو أسمع دليلا واحدا سواء كان دليلا رياضيا، عقليا، علميا، تجريبيا أو حتى حسيا يدحض فكرة وجود الخالق عز وجل. وإن كان عندك دليل فهذا الكومنتاري وأنا منتظارك. والحقيقة أن كل ما رأيته لا يعدو على أن يكون مجرد استشكالات استعصى على الملحد والمتشكك فهمها، كمشكلة وجود الشر وزعم تعارض بعض نصوص الدين مع العلم وهكذا، فيجعل الملحد والمتشكك من هذه الاستشكالات دليلا، وشتان بين الاثنين. عموما كل هذه الاستشكالات إن شاء الله تعالى سوف يكون لها نصيب من النقاش في قناتنا هذه بحول الله عز وجل وقوته. هذا بعض ما أردت أن أناقش في هذا الموضوع، وحدثت الكثير حتى لا تطول الحلقة أطول من اللازم. إن عجبتك الحلقة فلا تنسى لايك، سبسكرايب، شير على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي بحول الله عز وجل في حلقات قادمة، وأشكرك على المشاهدة.